أبداً، أقول لك ساكن لحالك أنت كمان. بالفيلم الروائي الأردني الطويل المعنون لما ضحكت موناليزا ابتدأت فعاليات مهرجان السينما العربي وسط حضور كبير من المشاهدين وعشاق السينما. هذا مكتب نايف، هي شوية يعني، لا لا مش كثير، هي بس تيجي تتعرف عليها وتشوفها. أنا أبصار مش مفتاح. الفيلم كتير كتير تجربة جريئة أو كتير تجربة حلوة يعني، وبالنسبة ل يعني لفيلم أردني يعني بهاي الإمكانيات وهذا النص يعني وطريقة يعني طريقة الفيلم إنه يعني باللغة المحكية يعني أو باللغة العامية بكون أقرب إنه يوصل للناس يعني، عرفت كيف؟ فالفيلم كتير حلو يعني، وإن شاء الله إنه يكون يعني بداية يعني، واللي بيشوف الفيلم يعني يعني عم بحكي لك بتجرأ انه هي يعني يتردد ويتابع يعني. بتعرف احنا في الاردن ما عندنا هاي التجربه كثير قويه يعني، بس صدقا اللي بيتابع هذا الفيلم يعني متشجع كثير انه يتابع الهيئه الملكيه ويتابع افلامها وانتاجها وشو بينعرض فيها يعني. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. شكرا. هالمهرجان يلي نظمته الهيئة الملكية للأفلام بيتضمن عروض لمجموعة من أحدث نتاجات السينما العربية الجديدة. طبعا أهمية مثل هيك مهرجانات تتمثل في دعم وتعزيز الثقافة والعمل السينمائي والدرامي في الأردن، وباعتقادي بتكون دعم لي وناقل لخبرات الشباب اللي يعني هم ربما يخرجون الآن بتخرجوا ومن كليات الإعلام وكليات السينما والدراما اللي مختلفة في جامعات المملكة المختلفة، حتى يكون لهم ناقل لخبراتهم ويكون لهم كتجربة حقيقية على أرض الواقع ملموسة، يشاهدوا يأخذوا منها العبرة ويأخذوا منها الخبرات الكثير ويلتقوا بممثلين ومنتجين ومخرجين وكتاب. أهمية المهرجان العربي أنه منشوف أفلام من دول عربية تانية، وممكن نقارن حالنا بمستوى السينما في دول تانية زي مصر وزي سوريا وزي المغرب العربي، ومهم للمخرج الأردني أو الفنان الأردني وكمان نشوف الأعمال العربية مستواها عالميا أو محليا. لما ضحكت موناليزا يلي أنجز بدعم من الهيئة الملكية للأفلام، اعتمدت عمليات إنجاز هالفيلم على جهود للشباب الأردني يلي بيمتلكهم الطموح في تقديم ألوان من القصص والحكايات في أفلام محلية ليعبروا عن رؤى وأفكار من داخل تفاصيل الحياة اليومية. لبرنامج الدنيا رمضان، مي السيلاوي.